استعراض مباريات اليوم ونبدا مع بعض مباريات الدوري المصري الساعه 8 النهارده من مساء اليوم في مباراه ما بين سيراميكا كليوباترا مع غزل المحله، ودي النهارده مباراه في اطار مباريات الجوله 27. نروح للدوري الانجليزي، والشوط الاول انتهى منذ قليل بتقدم مانشستر سيتي على ايفرتون 2-0، ويبدو ان السيتي خلاص بيقترب بنسبه كبيره لضمان الفوز بالدوري الانجليزي. طيب ايضا في نفس اللحظات وفي نفس التوقيت والشوط الاول انتهى ايضا منذ لحظات بتقدم برينتفورد على ويست هام يونايتد 2-0. 6:30 النهارده ارسنال هيستضيف برايتون. طيب نروح لمباراه الدوري الاسباني، وانتهت مباراه سيلتا فيجو وفالنسيا بفوز فالنسيا 2-1. 5:15 اليتشي بيستضيف اتلتيكو مدريد. 6:30 بلد الوليد بيستضيف اشبيليه. والساعة 10 من مساء اليوم اسبانيول بيستضيف برشلونة، وبرشلونة بيسعى بالتأكيد لتأكيد الصدارة لضمان إنهاء مسابقة اللاليجا مبكرا والفوز بالدوري الأسباني.